أستاذة وفية بتقول الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فبتقول أنا لو هاخد أجر 100 حسنة على ذلك، لو أنا كررت باخد المضاعفات. نعم، أي ذكر وارد فيه من الذكر بالعد في ثواب معين على قراءته بعدد معين، أنا كل ما هزيد كل ما يزيد الذكر. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. مثلا سبحان الله وبحمده، ممكن تاخدي برضو خليكي في هذه الأنماط. الذكر بالعد بيبقى الإنسان ساعات أحوال نفسه عايز يكرر أعداد، لا مانع، وده ليه أجره. وفي برضو عشان شايفاكي عايزة تجري صح في هذا الجانب، في سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. شوفي عدد خلق الله بقى من الأولين لآخرين قد إيه دول، عدد خلقه ورضا نفسه جل جلاله وزنة عرشه ومداد كلماته، وكلمات الله ملهاش نهاية، فمداد كلمات الله كذلك. فده من بنسميه من الذكر المضاعف، وده من أعظم وهو أعظم أجرا من يعني من الذكر اللي انت بتقوليه بالعد، لأنه بيبقى فيه أعداد كبيرة جدا، وبالتالي بيكون ثواب، هناك ثواب أكبر، لهذا بيكون أفضل منه الذكر اللي فيه مضاعفة هكذا. إذا أنت مثلا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات، طب أنا ما صليتش صلاة واحدة، أنا صليت 100 صلاة، هيبقى مع كل صلاة أنا بصليها على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأخذ وبحصل على 10 صلوات من الله سبحانه وتعالى، وهي مدد الله سبحانه وتعالى ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نجتهد إن إحنا بنصلي بنذكر بالأعداد لا مانع، وبالصيغ اللي فيها مضاعفة عشان يتقل ميزان الحسنات يا صاحبة السؤال. وبرضو الإنسان يجتهد أنه يفهم الذكر قدر طاقته، وأنه يسبح التسبيحات وهو مستشعرها بقلبه ولسانه. فالإنسان يردد سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده عدد خلق إلى نهاية ما قلنا، وأن أنا أحاول أجتهد أفهم معنى التسبيحات والأذكار، عشان ده برضو يبقى الإنسان بيدور في نفسه أو تدور في نفسه هذه الأنوار.